مواطن الخضرة والنماء. الطائر 179 الذي تابعنا مراحل نموه المختلفة إلى ساعة إطلاقه، بحثنا عنه فوجدناه في الأرض الممطورة يخوض الماء بعد خوض تجربته الجديدة في الطبيعة. لقد أصبح هذا الذكر قائدا ورمزا بارزا يتبعه جول من الحباري. تجزي الحبارة عن الماء كسائر كائنات الصحراء، وتستمد حاجتها من الماء من خلال قطرات الندى العالقة بالنباتات في الصباح الباكر، ولا تشرب الماء بشكل مباشر، وإن للماء أثرا أبلغ من أن تنهل منه هذه الطيور، فهو يبشر بقدوم فصل خصب يوفر الغذاء كما يمنح مناخا مناسبا للعيش والتكاثر. ومن الملاحظ في إحصائيات فريق المتابعة والتدقيق أن كم الحباري في المواقع الممطرة يفوق بكثير المواقع الأخرى التي لا تزال قابعة تحت الجفاف. لقد مكث في الأرض ما ينفع الناس، وبدأت دورة جديدة تدب الحياة في أركان الصحراء. في منتصف مارس، حين يتساوى الليل والنهار ويدفأ المرء بلا نار، تتفتح الأزهار وتتكاثر الأطيار. فمع اكتمال حلة الصحراء الخضراء في فصل الربيع، تبدأ الحباري بطقوس جديدة تعلن بداية موسم التكاثر بين هذه الطيور. مع دخول موسم التكاثر، يتخذ كل ذكر قطعة من الأرض تقدر بأربعة كيلومترات مربعة تقريبا، فهذه المساحة تعتبر مكانا خاصا لإقامة الذكر ومسرحا لاستعراض طقوسه أثناء موسم التزاوج لجذب الإناث من حوله. حين تدخل أي من الإناث في حمى الذكر أثناء استعراضه، يبدأ الذكر بملاحقة الأنثى، فدخولها في البقعة التي يرقص عليها يراها رسالة إعجاب برقصاته واستعراضه. يعتبر الصباح الباكر في الغالب الوقت الأمثل لاستعراض الذكور، حيث يبدأ الذكر برفع ريش صدره الأبيض وسحب عنقه الطويل على ظهره ليخفي رأسه تحت كومة من الريش الأبيض. لقد انسلخ هذا الطائر عن فطرة التخفي وصار يلمح من مسافات بعيدة، وراح يستعرض رقصاته في العراء، فقد تمرد الطائر الخجول وأقدم على تنازلات خطيرة، فلم يعد يبالي بحوم الجوارح أو مراقبة الإنسان من أجل مغازلة الإناث ودعوتها لحفظ النوع. تضع الحبارة بيوضها بعد تلقيحها بعشرة أيام تقريبا على شكل دحية صغيرة ملقاة على الأرض، فهو عش متواضع لا يبدو عليه شيء من التعقيد أو البناء الخاص من حوله، ولعل ذلك من أساليب حذر وحيطة الحبارة حتى لا يستدل أي من المفترسات على العش. تلصق الحبارة رقبتها الطويلة على ظهرها أثناء الرقود الطويل على البيض، كما يلعب لون ريش الحبارة دورا هاما في التمويه، فلون ريشها يشبه بشكل كبير محيط بيئتها التي من حولها، والسكون عن الحركة بهذا الوضع دور آخر من صبغة التخفي لهذا الطائر. ومن الملاحظ أن أعشاش الحبارة في المغرب
تراوح بين بيضتين إلى 3 بيضات فقط، ويبدو لون بيض الحبارة زيتونيا ضاربا إلى الرمادي، مع عدد كبير من النقاط السوداء مبعثرة بشكل عشوائي حول محيط البيضة الخارجي. يجد فريق المتابعة للحباري بعد الإطلاق في مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية الكثير من الصعوبة في تحديد أماكن عشاش الحباري في هذه المحمية الكبيرة التي تتخطى مساحتها 40,000 كيلومتر مربع، فضلا عن أن الحبارة تعتبر من الطيور ذات الأعشاش الأرضية، حيث تضع بيوضها على شكل دحية صغيرة ملقاة على الأرض خلف الصخور والشجيرات. ولمساعدة الباحثين في المركز للاستدلال على أعشاش الحباري المبعثرة على مساحات متباعدة ومتفرقة، تم الاستعانة والتعاون مع البدو الموجودين بكثرة في مناطق الإطلاق لرصد الأعشاش، مع تقديم مكافأة لكل من يرشد الباحثين إلى أي من الأعشاش. فلقد خلق المركز علاقة إيجابية من وجود البدو في المحمية، ساهمت في تحقيق نتائج أفضل في الدراسة والمتابعة للحبار الفطرية والمطلقة. يحتوي هذا العش على بيضتين فقط، فلعل الحبار لا تزال في طور الوضع للبيض، وإن الخطوة الأولى بعد أن يعثر الباحثون على العش الرصد بجهاز GPS ليسهل تحديد مكانه وليتم مراقبته في المستقبل. بعد تخزين المواقع يبدأ الباحثون بتسجيل البيانات.